السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح نشرت صورة الدرون دي بتشتغل بريموت كنترول، مش ممنوعة في مصر، مش من نوع درونز اللي ممنوعة في مصر. تمام، اللي ممنوعة في مصر اللي هي فيها جي بي اس وفيها كاميرا ومستشعرات وحاجات كده، اللي هي بتتوصل بالتليفون. طبعا اللي بتكلم عنها التانية دي اللي هي ممنوعة في مصر، انما دي عادي، دي موجودة في مصر عادي. تمام، وبتتباع بشكل طبيعي. نشوف الناحية التانية من العلبة. طبعا هي مرسومة عليها طيارة شبه طيارات دي جي اي. طبعا هي مش كده خالص. طبعا المرسومة دي اصلا لو اتمسكت بها في مصر هيشلوح. ونفتح العلبة مع بعض، نعدلها كده. في مكتوب عليها امكانياتها، فيها كذا حاجة كده. انا مش بعرف اقرا انجليزي. تمام، بس يعني ايه، طبعا موضوع اتش دي كاميرا ده مش موجود، ما فيش معاها كاميرا. تمام، اوتو ريتورن تقريبا دي معناها انها بترجع مكانها تاني. بصراحه الكلام ده مش عارف صح ولا غلط. ممكن الكلام ده في النسخ مثلا اللي فيها كاميرا، فيها جي بي اس، عشان ترجع مكانها محتاجه حاجات زي كده. المهم نفتح العلبه مع بعض. ثواني كده، في برضو عشان الناس اللي بتحب تقرا حاجة محدودة هنا. نيجي للطيارة. بسم الله، معانا درون. تمام، ده شكلها. يقال والله أعلم إن المدخل ده مدخل كاميرا. تمام، بس طبعا هي مش مفيش معاها كاميرا، واللمبات دي بتنور. تمام، هنجربها دلوقتي ونشوفها مع بعض. الأجزاء دي حماية، عشان إيه لو خبطت في حاجة وهي طايرة الريش بتاعتها ما تتكسرش. تمام، هنشوف معانا كمان. ده الريموت كنترول، في أزرار كتيرة كلهم شغالين، ما معانا فيهمش هنا حاجة منظر. ده كتيب تعليمات مكتوب بالصيني، وفي مكتوب بالصيني. ايوه تمام، ازرار التحكم اللي في الريموت. تمام، يعني ده مثلا ميلان شمال ويمين، دوران، بتمشي للورا والقدام. تمام، ده ميلان مع الحركة. تمام، يعني ده اللي انا فهمته والله اعلم، يعني ميلان يمين مثلا مع الحركة، ميلان شمال مع الحركة، لكن هنا ميلان بس، تميل وهي واقفة مكانها. مش متأكد برضو من الكلام ده أكتر من كده. ايه كده، دي فيها القطعتين دول اللي الطيارة بتقف عليهم. تمام، ممكن ايه كمان معانا ريش، اتنين زيادة، مروحتين زيادة عشان لو واحدة لا قدر الله اتكسرت يبقى في بديل. ده شاحن للبطارية. تمام، دي البطارية. المهم عشان ما اطولش عليكم، نجرب ايه، نوصل البطارية مع بعض. الريموت بياخد 4 حجار قلم من العادية خالص. 1 2 3 4. طيب شغل ده. تمام، نركب دول. تمام، هي كده شغالة. نركن الشاحن والعلبة على جنب. ازاي بتعمل اتصال ما بين الدرون والريموت؟
بنعمل ايه؟ بنرفع الزرار ده مرة لقدام، تمام، الطيارة بتبدأ تنور وتطفي كده بشكل سريع، معناها انها ايه؟ مستعدة تستلم الامر، الاوامر بتاعة الريموت، تمام كده. مرة كمان لتحت كده، هي جاهزة انها تطير، طبعا تمام. انا في طبعا الأوضة مش هينفع اطيرها في المكان ده، انا صورتها بره وهي طايرة، وهتشوفوا فيديو لها وهي طايرة، تمام. ده ممكن ايه؟ نشغلها بس، تمام. لو يعني ايه، ضغط لتحت تقف، ضغط واحدة لفوق تبقى مستعدة انها تطير، تمام. أزرار التحكم دي كل أزرار له وظيفة، تمام. الوظائف كتيرة، والطيارة محتاجة يعني حد يعني يتعود عليها شوية عشان يفهم كل زرار ايه وظيفته، تمام. ده زي ما قلنا يشغل. مرة كمان هتبدأ تتحرك، تمام. انا ممكن امسكها، تمام، وادوس مرة كمان علشان ايه؟ عشان ما تطرش، فصوتها هيعلى، المراوح هتمشي بسرعة اكبر، تمام. مرة اشتغلت، مرة كمان، تمام كده فيها. ده الزرار ده دوسة طويلة بيوقفها خالص. ده فيديو للطيارة هي بتتحرك، تمام. هي بتوصل لارتفاعات حلوة، انا ما اعرفش اعلى مستوى بتقدر تطلعه كام، لان انا بصراحة ما جربتش. انا كنت ايه، انا صورت الفيديو ده عشان تشوفوها وهي طايرة، تمام. لو بعت اكتر من كده مش هتتشاف. الشحنة الواحدة للبطارية بتكفيها 22 دقيقة تقريبا، يعني بتقعد 22 دقيقة طايرة، تحكم فيها شمال ويمين وفوق وتحت، تمام. والإضاءة دي ممكن علشان الطيارة لو بالليل مثلا بتطيرها بالليل تبقى شايفها عشان ما تتوهش منك. البطارية تقريبا بتتشحن في ساعة، تمام، ساعة بتكون اتشحنت. نرجع للفيديو بتاعنا. ممكن لما أشغلها وشغلها بسرعة حد يقول في مراوح ما بتشتغلش، تمام، زي كده مثلا. في أوقات في مراوح ما بتشتغلش، الفكرة إنها عشان تتحرك يمين أو شمال، الحركة دي حتة إنها تميل لليمين أو الشمال بيبقى عن طريق إن في مروحة بتقف. ده الفيديو اللي في ناس طلبت مني إن أنا أعمله عن الدرون دي، تمام. هي متاحة للبيع، اللي محتاجها ممكن يكلمني، و اللي عايز يسأل عن الأسعار، اللي عايز يسأل عن أي حاجة فيها، تمام، يتفضل يسأل وإن شاء الله هجاوب عليكم، هجاوب عن كل الاستفسارات. اللي عنده استفسار يتفضل يسأل وأنا تحت أمركم وبس. دي كانت مراجعة الدرون، كان نفسي أعرف اسمه إيه بصراحة، تقريبا اسمه كانج ويند تقريبا، تقريبا ده اسمها، تمام، تقريبا ده اسمها يعني. وده ممكن الموديل اللي هو CF92IH، مش عارف اذا كان هو ده ولا انا بهبل. المهم ده كان الفيديو، كنت حابب ان انا اعمل الفيديو ده وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، تمام، عشان يوصلك كل جديد.